الوصفة دي لتطويل وتكثيف الشعر وزيادة لمعانه وكمان نعميته، هيتفرد كأنك عاملة استشوار أو كوياه. الوصفة دي وصفة مائية، يعني هتعمليها وانتي بتغسلي شعرك، لا هتحتاج وصفات ولا تقعدي ساعة وتغسليها، لا ده انتي هتحطيها بعد كمان ما تغسلي شعرك. وصفة سهلة جدا وبسيطة، تنسيش اللايك ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. قبل بس ما نبدا بالفيديو، كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك لقناتي. الوصفه اللي انا جايبها لكم النهارده دي يا بنات، عايزه اقول لكم انا عاملاها من زمان تمام، وبستخدمها بقالي حوالي سنه. الوصفه دي يعني النتيجه اللي انا شفتها قدامي بتنعم الشعر وبتديله لمعه رهيبه، ده غير طبعا الطول والكثافه. فانا قلت ان دي افضل وقت او افضل توقيت ان انا انزل الوصفه دي وتجربتي للبنات المستعجله في تطويل الشعر وتكثيفه وزياده يعني لمعانه وكمان زياده نعومته. هتجيبي اناء او قمع زي ده كبير، حاجه عامله زي الطشت، وتنزلي عليها باربع كوبايات ميه دافيه. ميه دافيه يعني مش سخنه ومش ساقعه، عشان انا بلاقي كومنتات كتير قوي بتمسك في التفاصيل دي ويقولوا لي يعني ايه دافيه، يعني سخنه ولا لا، مش هتفرق. بس انا بحب احطها ما بين الساقع والسخن عشان المكونات اللي انا هحطها في الاناء ده. لو انتوا اخدين بالكم الاناء لا صغير ولا كبير، حابه تحطيه في طشت كبير برده براحتك، بس هتفضلي برده بالمكونات دي. بنات المكونات دي مهمه جدا جدا. المكون الاول اللي عندنا هيكون الخل، اللي هو الخل الابيض، تقدري تستغني عنه بالخل التفاح. يعني ممكن تستخدمي الخل الابيض او خل التفاح، الاثنين حلوين جدا على الشعر. هيجوا ناس يقولوا لي الخل بيوقع الشعر او كده، بالعكس بيعالجه، بيدي ريحه حلوه للشعر. لو انت عندك نوع من انواع الطفيليات او اي نوع من انواع ان الجذور بتاعه الشعر بتدي ريحه، فكل ده هيتعالج، ده زائد ان هو بيدي لمعان ونعومه، فحلو جدا. احنا اصلا مش هنكتر منه، هي معلقه واحده بس كبيره من الخل. المكون التاني اللي عندنا هيكون ملح. هتقولي لي يا صوفي ده حاجه تقيله جدا على الشعر، نهائي، هي بتبقى تقيله لو كميه كبيره تمام. يعني انا حاطه ميه عليها كميات بسيطه خالص، بسيطه من الخل، وهي زي ما انتم شايفين حوالي نص معلقه من الملح، معلقه كمان صغيره او الكميه اللي شفتوها قدامكم، مع التقليب كويس جدا. تاكدي ان المكونات بتاعتك متقلبه في الميه وبايشه، تاكدي ان الملح بايش خالص. لو اخده بالك الميه اخرها في ملح، ده انا حبوشه خالص معاكم في الاخر. حاجه بقى زياده هعملها بره الوصفه او خارج عن الميه يعني، وهو ان انا هجيب كسرله صغيره او اي حاجه تحطي فيها المكونات بتاعتك. ممكن تجيبي طبق او كوبايه عادي، لان احنا مش هنغليها على ميه، مش هنغليها قصدي على نار. وهتحطي معلقه كبيره من الشاي الاحمر. هيجوا ناس يقولوا لي ينفع الشاي الاخضر؟ الشاي الاخضر ينفع طبعا، فيه فوائد كتيره، بس انا بحب الشاي الاحمر للشعر جدا بصراحه يا بنات، بيدي نتائج سريعه في عده ايام. وهنزل عليها بكوبايه كامله من الميه السخنه. عايزه بقى تغليها على نار براحتك، عايزه تحطي ميه سخنه برده براحتك. انا بحب بصراحه احطه على ميه سخنه، بسيبه براحته يعني يغلي زي ما هو عايز، وبعدين بسيبه ربع ساعة أو 15 دقيقة بالظبط، وبعدين برجع له اللون بيبقى بالشكل ده. انت حابة ان انت تزودي معلقتين شاي، اوكي براحتك، كل دي بصراحة يعني فايدة لشعرك انت. لكن انا من رأيي لنجاح الوصفة دي ان انت يعني تكتفي بالمكونات او الوصفة اللي انا مديها لك، لان بصراحة دي مجربة. بدأت ان انا اصفي الشاي في المية عشان طبعا طفل الشاي ده مينزلش. لو اخدين بالكم الكمية الاخيرة اللي انا اللي فضلت، اللي هي القعر بتاع طفل الشاي ده، مش هحطه، لان مهما كنتي يعني جايبة مثلا قمعة او اي حاجة من دي عشان تصفي الشاي، الفتلة بتاعته صغيرة جدا وهي مش هتنفع، هتقع وهتزعج شعرك. فبصراحة الكمية الاخيرة دي انا بستغنى عنها. لو انتي عايزاهم ممكن تحطي او تصفي في حاجة عاملة زي الشراب، لان دي يعني بتحمي المية ان الطفل ينزل فيها. انا بعدت الكاميرا هنا عشان اوريكو لون المية. القمع بتاعي كان لونه احمر فما كانش باين اللون. طبعا انتوا شايفين اللون لما انا حطيت ايدي في المية، شايفين لونها اصفر ازاي؟ لونها كمان بقى خفيف خالص، يعني كانت المفروض تبقى اتقل من كده، لكن مع الميه اللي انا حطاها مع كميه الشاي فطبعا كميه الميه اكبر. الميه دي فيها معلقه خل، نص معلقه ملح، على معلقه كبيره من الشاي، مع التقليب كويس، تقلبي كويس جدا جدا
لحد ما تبدأي ما تشوفيش الملح قدامك. هل انتوا شايفين الملح في القعر زي ما كان موجود في بداية الوصفة؟ لا، لان انا فضلت اقلب فيه كويس. الملح لازم يكون متقلب عشان ما ينزلش دايركت على شعرك. احنا مخففين الخل والملح فما فيش اي ضرر عليه، لان احنا مش حاطين كمية كبيرة. طريقة استخدام الوصفة دي ازاي؟ انا هقولك الطريقة بتاعتي لاستخدام الوصفة دي. مبدئيا كده يا بنات، انا بغسل شعري بالشامبو عادي، وبعد ما اغسل شعري بالشامبو بحط البلسم، او ممكن ما تحطيهوش على حسب الـ يعني الروتين بتاعك بتاع الشعر، زي ما انت عايزه عادي. وبعدين بتجيبي الوصفه دي بعد ما تكوني عملتيها وحطها جنبك وانت بتغسلي شعرك، واول ما تخلصي الوصفه خالص وشعرك مبلول تروحي كبه الوصفه كلها على شعرك، او لما شعرك كله حطاه في قلب الطشت الكبير او الحله الكبيره اللي انت عامله بيها. انا بحط شعري كله في لحد الراس في الوصفه او البتاع اللي قدامكم دي، بوطي شعري عادي وبحطها، وساعات بمسك التشت نفسه واكبه على شعري. الطريقه دي بسيطه جدا. هيجي ناس يقولوني ممكن نحطها في بخاخ ونرشها، بصراحه انا ما بفضلش، يعني مش بفضل الموضوع ده، لكن انت ممكن تعمليه. يعني لو ما عندكيش اي اختيارات تانية انت ممكن تعمليه، لان انا بقول لكم الحاجه اللي بصراحه نفعت معايا وجابت نتيجه، واللي هي ان انا لما رشيت على شعري الوصفه ما حسيتش قوي بلمعان والكلام ده، حسيت ان انا بلى شعري. اما بقى لما كبتها حسيت كان انا شعري استفاد اكتر. مش عارفه، هو الموضوع شويه غريب مع ان الاثنين ممكن مش مختلفين، بس انا بقول لكم بصراحه تجربتي انا الشخصيه. تمام، بتكبي على شعرك. وبعدين هل تغسلي شعرك؟ لا، مش هتغسلي شعرك. انا بجاوب على قد ما اقدر يا بنات الاسئله اللي انتم ممكن تجاوبوا عليا. ممكن هيجي ناس يقولوا لي في الكومنتات حتى بعد ما جاوبت انا متاكده، يا صوفي هنغسل الوصفه بعد ما نكبها على شعرنا ولا لا؟ انا بقول لكم لا، مش هنغسلها، هي الوصفه مائيه عشان كده هي حلوه. بتكبيها وبعدين عادي بتنشفي شعرك بالسشوار او بالفوطه، شوفي انت الروتين بتاعك بتعملي فيه ايه. بس كده، بتكرري الوصفه دي مره في الاسبوع. المره يا بنات اللي انتوا هتعملوها حرفيا هتاثر معاكم جدا، هتطول شعركم خلال ايام. بس كده نكون وصلنا لنهايه الوصفه بتاعتنا. تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى تعيدوا عليا تحت في الكومنتات، هنتظركم ومستنيه الكومنتات بتاعتكم الجميله. ما تنسوش تجربوها، واللي هيجربها النهارده يعمل لي كومنت تحت. منتظركم بقى تقولولي انتوا محتاجين ايه الفتره الجايه، عشان عناية ليكم انتوا الاثنين، او عناية ليكم كلكم. قولولي ايه اللي ناقصكم تحت وانا عناية ليكم. متنسوش اللايك والاشتراك، ومع السلامه.